بسم الله الرحمن الرحيم. قبل عملنا احنا اوراق الملصوقه عملناهم بالفارينه، اليوم باش نعملوهم بالسميد. معناها شفناهم قبل عملناهم بالدقيق او بالطحينه او بالفارينه، اليوم باش نعملو بالسميد الارطب. معناها ارطب واحد، اجود واحد من السميد باش نعملو بيه الاوراق الملصوقه او اوراق البريك، معناها كل واحد شنو يسميها. مانيش مكونات ماهيش برشا، باش ناخدو كاس سميد ارطب عليه معناها ربع مغرفة ملح أو نفها ملح وكاس ماء ونجربو. معناها كان جاتنا العجينة باهية مكانش نزيدو شوية ماء، الماء يعني حسب السميد هو ونوعيته، يعني كيما نحبو نخلطوهم بيدينا نخلطوهم في الخلاط كيما نحبو احنا. يعني أنا باش نخلطهم اليوم في الخلاط. هذي كاس السميد نتاعنا، كاس السميد نتاعنا باش نضيفلو كاس الماء، يعني الكيلة ديما تكون متساوية، نعملوش كيلات مختلفة. يعني دب معناها شوية نخلطهم بالخلاط باش نفرغوهم في الوعاء اللي حاجتنا بيه. جاتنا خاثرة برشا هذيا، باش نزيدوها الماء خاطر المفروض تكون أجرى من هذي. معناها السميد والفارينة مش كيف كيف، هذيا باش نزيدوها على الأقل نص كاس ماء ونعاودو نخلطوها. نضيفوا لها شويه ماء هكا، باش نضيفوا لها نصف كاس ماء اخر. يعني خلطوها تخلط، نخلوها تخلط بالكدا بالكدا. شفتوها كي جاتنا سايلة، يعني احنا السميد قعدنا شوي في الواحد باش نعاودو نرشقو شوية نعاودو نخلطوه. نعاود نخلطو مرة أخرى، سهلة وسريعة التحضير هي. كما نجمو نركضوها بيدينا، راه مش اشكال. يعني شفتو كل شيء تخلط توا، يعني السميد جاتني خلطة فيها برشا ماء، نجمو نضيفو مغرفة سميد أخرى ونركضوها فماش حتى إشكال. يعني شوفو كيفاش جاتنا، نحبوها تكون
خاثرة أكثر. زدنا مغرفتين صغار يعني عوض عن مغرفة كبيرة. نجمو نخلطوهم يعني كيما نحبو نرجعوهم من الخلاط ولا نخلطوهم بيدينا كلها عادية. بالنسبة للعجينة متاع السميد الرطب نخلوها ترتاح على الأقل نص ساعة، ما نطيبوهش بالوقت مش كيما الفارينة. احنا حضرنا توا العجينة نخلوها ترتاح. شفتوها زوج مغارف السميد، خلوها باش تكون أكثر شوي. احنا كيفاش باش نعرفوا اللي هي العجينه حاضره للطيب؟ كي نحطوا الفرشيت باش نهزوا ما يلزمهاش تهبط في سك كي الماء تقطر، يعني يلزمها تكون رزينه شوي. كي تكون رزينه شوي هذيك هي اللي باش نطيبوا بها المرسوقه، مش في ساعه في ساعه تهبط لنا، معناها راهي هذيك مازالت ماء، يلزمها تكون متوسطه، لا هي عجينه ولا هي ماء، تكون خاثره. تو نخلوها هذه ترتاح على الاقل نص ساعه ومن بعد نوريكم كيفاش باش نطيبوها. هي كيما المرسوقة الاخرى اما يكون لونها مش كيف كيف واخف هذه وما تلصقش كيما الاخرى برشا. تو فات نص ساعه واحنا العجينه اللي حضرناها، تو باش نطيبوها كيما شفتوا. ناخذ طاجين اللي ما يلصقش، يعني كل واحد يزن طاجين باهي وما يلصقش فيه، ونحطوا الكعبه نتاعنا. الطاجين لازم يكون سخون، كي نشوفوا فراغات نعبوهم يعني ما نخافوش منها. وكما عملنا الاوراق نتاع مرسوقة الفارينة كيف كيف، يعني السميد غير شنو يجي اللون مخالف شوية على اللون مرسوقة الفارينة. النار ديما على نار هادية والطاجين حامي، الطاجين ما يكونش يلصق، ونحطوها الكعبة بشوي بشوي. كيف نشوفوا الحاشية بدات، معناها الحاشيه نتاع الورقه بدات تهز، وقتها نعرفوا كعبتنا طابت باش نحوها. كما شفتوا رانا كعبه اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذوكم ستة، يعني كيس يعمل لنا ستة سبعة كعبات مرسوقة. كملنا طبعا المرسوقة نتاعنا، هذه هي المرسوقة نتاعنا جاهزة كيما شفتوا، عملنا ستة كعبات بكاس سميد أرطب. هذه تو كان باش نطيبوها تو، معناها باش نفطروها. اما اذا كان احنا حابين نخبوها يلزمنا ندهنوا كل كعبه بالزيت ونحطوا فوقها الكعبه الاخرى باش ما يلصقوش في بعضهم، ونجم نخبوه في الفريز ولا كونجيلاتير ويقعد يصبر وقت اللي نستحقه، يعني واحد يطيب كميه كبيره وقت اللي يستحق يجبد. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتاكلوا بشفاء.